مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين العربية. شرح اليوم هو عن الانستغرام، وتحديدا عن طريقة مشاهدة العناصر المحفوظة في الانستغرام. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة، تفعلون جرس لايك للفيديو. والآن راح أدخل من داخل التطبيق أشرح لكم طبعا العناصر المحفوظة، راح أضم الموسيقى وأيضا البوستات. خلي أدخل من داخل الانستغرام حتى نشاهد العناصر المحفوظة في الانستغرام. راح ندخل على الانستغرام، وهذا حساب ديار انترو سلاش كيجي 123535. بعدها أدخل على ثلاثة أسطر، ياخذني لهذه الصفحة. تدخل على أول خيار اللي هو العناصر المحفوظة. العناصر المحفوظة راح تضم البوستات والموسيقى. طبعا نفس الشيء لو حبينا أنه نلغي أي واحد أو نزيله من الحفظ، راح ندخل عليهم كلهم. راح تظهر عندي هذه الصفحة، تدخل على ثلاث أسطر وتكبس هنا اختيار، راح تختار أي عناصر ما تريدها وتعملها إزالة. هنا راح ينزالون، وتقدر تختار أي بوستات أخرى وتزيلها. هذا الشيء اللي موجود حاليا. أتمنى أنه استفاديت، وطلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلام. قبل ما أنهي الفيديو، فقط حبيت أشير إلى بعض المعلومات المهمة. أنه هذا الحساب الانستغرام وبقية التطبيقات هي حسابات ترفيهية تجارية، هذه مو حسابات سياسية. فرجاءً حاولوا أن تحافظون على حساباتكم، لا تعلقون ولا تنشرون أي شيء ولا ترسلون روابط، هذا الشيء جدا خطر، ممكن يحذف حساباتكم. الشيء الثاني بالنسبة للبروفايل الانستغرام، هنا مثل ما تشاهدون هنا تقدر تعمل تايل بروفايل لينك كوبيرن، وهنا تقدر تخزنه. وبالنسبة هنا هذه صفحة البايو بالنسبة للانستغرام، تقدر تضيف بعض الروابط هنا، تقدر تضيف روابط هنا. أنا ضايف هنا اليوتيوب وحسابي التيك توك. تحياتي ومع ألف سلامة.